بالظبط كده. طب بالمناسبه، يعني بالمناسبه بتتكلم عن النقطه دي بالتحديد، فعلا في كتير من الناس كانوا شايفين ان الفريق ده يعني الى حد ما يعتبر مجهول افريقيا، الثامن في الدوري جنوب افريقي، فصنفوه انه فريق ضعيف. بس انا عايز اسال حضرتك، هو ينفع او عدت عليك قبل كده ان فريق ضعيف يوصل لنهائي بطوله بالحجم ده؟ يعني في مساحه ان الحظ يوصل بفريق لغايه النهائي في بطوله المنافسه فيها مشتده كما كان الحال في النسخه دي من البطوله؟ ساعات طبعا الظروف بتقابلك او بتساعدك، بس مش بتيجي برضو الحظ ما بيجيش غير مع المجتهدين. ما انت برضو هو مجتهد، أكيد. هو بيلعب بتكتيك، عارف امكانيات لعبته ايه، نجح مع التكتيك ده. ها، والمدير الفني الجديد برضو اللي هم جابوه الاسكتلندي فرق جامد، يعني انه يكسب الوداد على ملعبه 1-0 دي حاجه مش سهل. لعب بشكل معين على قد المستوى اللعيبه بتاعته، يلعب بشكل معين ونجح بالشكل ده، فده مش لا هو طبعا انا بالنسبه للفرق الذي الاهلي قابلها في البطوله، لا في فرق اقوى منه، اتكلم على الترجي طبعا، اتكلم على الوداد، في فرق اقوى بكتير. صحيح. لكن فعلا الظروف ساعدته ووصلته نلعب المباراه النهائيه. هو ده القلق، انك انت برضو لما تلاقي فرقه زي دي وصلت انها تقول انت ده خلاص بقى الحظ معاهم، ده ممكن ربنا يديهم الناس دي فيهم حاجه معينه ربنا ممكن يديهم. فده القلق كان وصل لنا من بدايه المباراه، بس الحمد لله يعني دعوات المصريين ودعوات الاهلاويه والحمد لله جت في صالحنا وقدرنا ناخد العشره الحمد لله.